السلام عليكم. حنا جينا عند خويا العظامه والميمه ديالو الحاجه الله يكبر بها، بغات تقدم واحد الدعيوه وتدعي مع الناس كاملين. كي دايره ميمتي؟ صحيحتك الحمد لله. شنو نصيحتك للناس اللي ربوا الكليبات، واش يتهلاو فيهم ولا يربطوهم وميوكلوهم ما ينقيو لهم حتى حاجه؟ النظافه هي الاولى. هي ميمتي واستقبال هو الاول. ايه وتهلاو ميمتي. ايه و سيري كملي ميمتي. وكلشي من عند الله. كلشي ديال الله كما كيقول العظامه. ومرضي معاك الدحيش ولا لا؟ مرضي بزاف. الا قال شي حاجه راه يشدوا المتابعين، راه ما يتفاكوش معاه. انا فرشاه فيه ومغطيه فيه. راه عزيز على كلشي ظريف. اييه وعمر العيانه ما تبانش. امين يا ربي والله يحفظه. وتنشي الله يعطيك شي حجه. وعزيز على الكليبات. عز لك الكليبات. اي كلب كيجي عندي انا هنا ويجي واعر ويسهر لي ليا. ياك كتوكليهم كلشي؟ كلهم ونشطب ليهم ونعاون ونغسل ليهم. بخاطرك ولا غير كديري الخاطر لولدك الحاج عزيز عليك؟ لا ما عز ليا من ولدي. يلا ولقى دوي تدافع على راسك ولا دير محامي. احسن حاجه الرضا. لا عزيز على الحيوان. ما نحتاجوش يقول لي انا كنوقع كيدور فيا علم يقول لي ما كاين. اه ولك بالله. يعني كيف سير؟ والله ما كذب عليك يا حامد. لا كندور فيك كنقول لهم طالعيش عندهم وتطلع. خليني تخرج وتطلع هي توكلهم وتشربهم. انت هي مولوعه. ما تقول لك لا. طلع عندي واخا نلعب حداهم وما نخليهمش. والله هم الحيوان ولا البشر؟ البشر اديك اخويا. انا ما عنديش جماعه وما عنديش معاهم. احسن حاجه. بس شوف صحاباتها هما الكلاب. ما عندهاش صحابات هنايا سباتهم. هانيه. تخرج عند حد ما تجي عند حد. غادي يقولوا لها عندنا مي ماش غيجمعوا ماش غيقولوا لها. لا كان شي اسبوع نمشي، كان شي فرق نمشي. هي امي كان شي موت نمشي، من غيرها ما نمشيش. علاش خيطي في الله؟ اللهم تولع مع الكليبات. ما ندخل للديور ما نقلب ديور. والله يعطيك صحيحتك. والله نقعد فيها تنخرج نقيه منها. الحمد لله. هادشي اللي كاين هنا. شي دعوات الخير للناس. انا فرشه برده ومغطيها في ما مشاو يرضوا يدخلوا. امين. ديما بفوت كامل. فين ما مشاو وفين ما جاو وفين ما شافت عينيه ورجليهم. يحفظك الله. الله يحفظك. الله يحفظك امي. حاولي توصلي لهاد الناس يوليو يتفاهموا مع بعضياتهم. كاينين واحد المولوعين مخاصمين، انا نشرح لها. الناس مخاصمين على الخوا الخاوي اللي كيربيو الكليبات. قلنا لهم طفيو العافيه وتصالحوا، بارك عليكم من هاد الشيء. راه كاين على الله والموت. ضروري لا لا اييه. اجل النصيحه اش كتقولي لهم؟ يتصالحوا ولا يبقاو مخاصمين؟ لا يتصالحوا. وطفوا العافيه. ويكون هنا بيناتهم. ويكون هنا. ويكون الغنى. ويخافوا من الله. ويديروا تاكلوا في الله ما عمر يخاف. اش قالت لك درت زعما دير اعتقادك في الله ما عمرك تخاف. عمرك تخاف. تاكل في الله ما عمرك تخاف. ومن توكل على الله فهو حسبه. هادشي اللي كاين اولادي. وشي دعيوه ديال الخير؟ الله يسهل على كل واحد. امين يا رب العالمين. لا كبار ولا صغار. امين. اللي تبغي لولدك كيولد الناس، اللي تبغي لولدك كيبنت الناس. بصح. راه كيف كيف. الله يرحم لك الوالدين. راه كيف كيف. ودعي مع حماده تورا تبارك الله عند وليداتك. الله يرزقهم لي في الرباح. امين امين الله يحفظك. جعلت ربي يعاونك عليهم. الله يحفظك الله يحفظك. والله يقريهم في نعاسهم. امين الجميع. الله يرحم الوالدين. والله ييسر الامور لكل واحد. والله يعطيك شي حجه. لا كبار ولا صغار. والله يفرحك. والله يفرحك في وليداتك وعلى وليدات الناس. الله يرحم لك والدينا داك الدري الجمال اللي مسكين داير لنا واحد المسابقه غنمشيو نلعبوا فيها، خاسر رزقه وخاسر دارو. خاسر اكثر من 3 مليون على باش يضحك ويلعب، ما غيربح والو هو مخلص من جيبه. الله يسهل عليه. امين اخويا جمال. الله ييسر ليه. اسمع اخويا جمال اسمع. سميته هو جمال. جمال انير. امين. والله يفرحهم. امين. عنده وليدات الله يفرحهم فيه. يفرح كبار وصغار. الله يفرحهم على وليداته. والله يهني مع مولات داره. امين. والله يرزقهم الربح كامل، لا مراته ولا وليداته ولا عيلته كلها جميع كافه. امين. هادشي اللي كاين. الله يحفظك امي يمشي العظامه. راه ان شاء الله نهار المسابقه غتلقاها تما. غتمشي تسخسخها مع الموال. صافي. ما بقيتش نمشي سامحوني. يلا الله يحفظكم. يلا. يلا. الله يسهل عليك. مع حماده. الله يحفظك خويا العظيم. سمح لينا في الدخله. مرحبا فيها الخير والبركه. جينا شفناك امي يمشي وجه النور ووجه الرباح. الله يجعلك من اهل الجنه ويحفظ جميع الامهات. الله يسهل
كاين الاخوان قولي لهم صفيوا القلوب والله شحال تدار بهم ونعلوا الشيطان ونقصوا بعضياتهم اهلا يدخل برد بيناتهم اسميتك كم يمشي صدق كبورة الله يبارك في عمرك والله يحفظك وينسي من الاخر يا الله الله يعاونكم والله يرحم الوالدين وشكرا بزاف العز من الوالدين وقول الكلمه الاخيره ديالك قطع الله يدير الخير